كتابنا الحلوين في درس ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها للصف السادس. بدنا نحكي عن الإشارات، حكينا عنها الإشارات في الجمع والطرح وكيف نتعامل معها. هسا نشوف إشارات السالب الموجب في الضرب القسم وكيف نتعامل معها. هلأ بالضرب سالب وموجب بضل السالب، وما مش ما بعمل زي الجمع اللي بطرح وباخذ إشارة الكبير، لا بضل سالب، السالب أقوى، وسالب في سالب موجب ولا يبقى سالب مثل الجمع والطرح. مثلا عندي سالب 5 في 3 سالب 15 بتضل السالب، و4 في 8 في سالب 8 يطلع سالب 32 بتضل السالب. عندنا إشارتين متشابهتين، بنقوم بنضرب مع وضع إشارة موجب، يعني موجب ضرب موجب طلع عندي موجب 8، سالب 5 ضرب سالب 3، 5 في 3 15، سالب في سالب موجب، 5 في 11 55 موجب وموجب موجب، سالب 4 ضرب 2. الآن سالب 4 ضرب 2 عندنا سالب وموجب بضل سالب، 4 ضرب 2 8. عندي سالب ضرب سالب بتصير موجب، و7 ضرب 7 49، 7 ضرب 7 49. عندنا هون أمثلة القسمة نفس الضرب القسمي، سالب وموجب بضل سالب وسالب وسالب موجب. سالب 36 تقسيم 6 سالب 6، سالب 25 تقسيم سالب 5 موجب 5، 16 تقسيم 3 16 تقسيم 4 هاي موجب وهي موجب، اذا بتضل موجب. سالب 25 كمان مره تقسيم سالب 5 سالب مع سالب بتروح بتضل موجب. اذا الضرب والقسمه غير الجمع والطرح. الجمع والطرح لما يكون اشارتين متشابهتين بجمع بخلي نفس الاشاره، هون لا بصيروا موجبات. هناك إشارتين مختلفتين بطرح وباخذ إشارة الكبير، هون لا بضرب وبخلي إشارة السالب هي الأقوى. وهي عندنا الواجب 5 في سالب 4 بضل سالب، سالب 3 في سالب 3 إشارتين سالب بتصير موجب، هون سالب بتضل سالب، هون إشارتين متشابهات بتصير موجب بضل عندنا درس الوحدة الجديدة إن شاء الله اللي هي عن كسور جمعها وطرحها والأعداد الكسرية جمعها وطرحها وضربهم وقسمتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.